اليوم نزيد نعطولهم كف اخر مش كف، نعطولهم درس كبير، نعطولهم درس كبير بالمشاركه نتاعنا غدوه. لازم المشاركه نتاعنا غدوه، اذا كان لازم باش تكون هذه المشاركه 100% لازم تكون 100% ان شاء الله. لازم تكون. وضحنا من خلال الفيديو اللي فيناه كامل اننا نسمى ب يعني الشعب اللي راهو متساوي الفرص، ان العداله التي يمكن ان نسوقها ذلك الذي تنعدي، ان بعض من الناس يعيشوا الانفاق لاعلى مستوى وان معظمهم رفض الاستفاده. اذا لم يكتفي بهذا، قرر أن يغير هذه الأوضاع ويصلحها، وتتذكرون توجه المسؤولين على الحكومة وإلى الولاة، وتتذكرون هذا يعني ما الطريقة هذه، يعني نحب في ظرف سنة غيروا الأوضاع. أنا ما قبلتش باش نكون رئيس الجمهورية الجزائرية ومواطني يعيشوا هذا العيش، العيش المزري. عطاهم مولى بعد إحصاء أكثر من 13 منطقة ضبط وإحصاء كل ما يحتاجوا إليها، تحركت الآلية التي وضعها وتحركت كل الدوائر الوزارية وكل ملف، لأنهم يعلمون أنه سيتابع الملف بصفة دؤوبة، وكان كذلك يتحركوا وغيروا ما كنا ابدا نتصور انه في ظرف وجيز جدا يتم تغييره. وانتم راكم كلكم شهداء على مش شهداء يعني